بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبدأ في هذه المحاضرة الثالثة، وسنتعرف اليوم على الفصل الأول وعنوانه دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، المفهوم، الأهمية، المراحل. بالنسبة للكتاب في الصفحة 23. طيب، طبعا كل مشروع يبدأ بفكرة استثمارية تطرأ على ذهن المستثمر، وهذه الفكرة عادة ما تكون هي النواة الأساسية لسلسلة من التحليلات الوصفية والكمية التي ينشأ عنها اتخاذ قرار بتنفيذ فرصة استثمارية معينة، فرصة استثمارية معينة. طبعا الهدف النهائي من كل دراسة جدوى هو الوصول إلى قرار استثماري سليم أو قرار استثماري رشيد. طبعا أمام كل مستثمر عدة خيارات وعدة بدائل يتعين عليها المفاضلة واختيار المشروع الأفضل. لذلك لا بد من القيام بدراسة جدوى اقتصادية. ويمكن تعريف دراسة الجدوى الاقتصادية أنها مجموع الدراسات العلمية الشاملة لكافة جوانب المشروع. هذه الدراسات يمكن أن تكون بشكل دراسات أولية كالدراسة القانونية أو التسويقية أو المالية، أو كذلك دراسات فنية وتفصيلية. من خلال هذه الدراسات يمكن التوصل إلى اختيار البديل أو المشروع الأفضل، بحيث يتاح لصاحب القرار الاستثماري أن يتخذ قراره بشكل يتلائم مع الأهداف التي حددها. طيب، فإذا مفهوم دراسة الجدوى، أعيد، هو مجموعة من الدراسات العلمية الشاملة لكافة جوانب المشروع. هذه الدراسات يمكن أن تكون دراسات أولية كالدراسة القانونية أو التسويقية، ويمكن أن تكون دراسات فنية وتفصيلية. طبعا دراسة الجدوى بمفهومها الواسع، سواء كان من وجهة نظر الربحية التجارية أو من وجهة نظر الربحية على المستوى الوطني، طبعا نحن سنركز أولا في تقريبا كل فصول هذا المقرر بخلاف الفصل الأخير، سنركز على دراسة جدوى المشاريع الخاصة، دراسة جدوى المشاريع الخاصة أو المشاريع التجارية. وطبعا المشاريع الخاصة أهدافها واضحة، وهي أساسا الربح التجاري، وهذا الأمر يختلف مع دراسة الجدوى المشاريع الوطنية أو القومية، لأن هدفها هو تحقيق منفعة اجتماعية أو تحقيق ربح اجتماعي أو ربح لكافة أفراد المجتمع. السؤال الآن، أين تكمن أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية؟ أين تكمن أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية؟ طبعا دراسة الجدوى الاقتصادية تقوم أساسا على المفاضلة والمقارنة بين المشاريع المختلفة للوصول إلى اختيار البديل الأفضل، وبالتالي فهي تساعد في توجيه الأموال المعدة للاستثمار نحو المشاريع أو الفرص الناجحة أو الرابحة، وبالتالي لا نقع في تمويل مشروعات فاشلة أو مشروعات خاسرة. وبالتالي نلاحظ هناك اهتمام كبير من كافة الفاعلين الاقتصاديين بدراسة الجدوى الاقتصادية، لأن هذه الدراسة تحاول تأمين نجاح المشروع أو التأكد من ربحية المشروع. وطبعا لاحظنا في العالم أن هناك علاقة طردية أو علاقة وثيقة بين الاهتمام بدراسة الجدوى الاقتصادية ومعدلات التنمية المتحققة في العالم.
ففي البلدان المتقدمة نلاحظ أن في هذه البلدان نهتم يهتم المستثمرون كثيرا بدراسة الجدوى ويقومون بدراسات جدوى تفصيلية ودقيقة، وبالتالي فهذه الدراسات تكون أكثر دقة وأكثر وتؤمن أكثر أو تحقق أكثر نسبة نجاح للمستثمر العربي. وبالتالي الاهتمام بدراسة الجدوى يؤدي إلى تخصيص القدر المناسب من الموارد بما يتفق مع مبدأ الكفاءة الاقتصادية في الدولة. والهدف النهائي هو في الأخير دراسة الجدوى سواء كان من حيث الربحية التجارية أو الربحية الاجتماعية أو الوطنية يكمن عائقا في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد المتاحة في الدولة. لذلك لا بد من إدراج الآن أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية، ويمكن إبراز هذه الأهمية من خلال النقاط التالية. أولا دراسة الجدوى تساهم في تحقيق التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية على المستوى الوطني، تساهم في تحديد الأفضلية النسبية التي تتمتع بها الفرص الاستثمارية المتاحة من وجهة نظر التنمية الاقتصادية. ففي دراسة الجدوى إذا قمنا بمقابلة أو مقارنة بين مختلف المشاريع سيتبين لنا في الأخير أي المشاريع أفضل، أي المشاريع الذي يحقق أرباح أفضل، وبالتالي فهذا يعتبر نقطة هامة تبين أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية بشكل أكبر. كذلك نقطة ثانية، الدراسة الاقتصادية تساعد في تحقيق التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة على المستوى الوطني، وبالتالي تجنب هدر وتبييض الموارد عن مشاريع غير مستدامة. تعرفون أن البنوك إذا مولت مشاريع فاشلة فإن ذلك يؤدي إلى خسائر كبيرة، فهذه البنوك لن تسترجع أموالها وصاحب المشروع لن يسدد هذه القروض أو هذه التمويلات، وكل ذلك يعتبر خسارة بالنسبة للدولة وخسارة بالنسبة للمجتمع. هذه النقطة الثانية وهي أن دراسة الجدوى تساهم في تحقيق التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية على المستوى الوطني، وبالتالي فهي تجنب هدر وتبديد الموارد على مشاريع غير مجدية. كذلك النقطة الثالثة التي تبين أهمية دراسة الجدوى أن دراسة الجدوى يمكن أن تكشف عن التعارض الذي يمكن أن يحدث أو ينشأ بين فائدة المشروع على المستوى الخارجي وعدم جدواها على المستوى الوطني. في بعض الأحيان هناك مشاريع ناجحة على المستوى الخاص، مثلا تفتح مشروع مصنع ينتج مثلا مواد كيميائية فيه تلوث، طبعا صاحب المشروع سيكون رابح لأنه سيبيع مواد كيميائية وغيرها من المواد، ولكن المتساكنون سوف يكونوا خاسرين لأن هذا التلوث سوف يؤدي إلى تعكر صحتهم، سوف يؤدي إلى مشاكل صحية، إلى مشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية وغيرها. وبالتالي فإذا لم نقوم بدراسة جدوى هامة تفصيلية فلن نتمكن من معرفة هل هناك تعارض أم لا بين جدوى المشروع على المستوى الخاص وعدم جدوى على المستوى الوطني بشكل عام. النقطة الرابعة أن دراسة الجدوى يساعد صاحب المشروع على اتخاذ القرار المناسب بشأن الاستثمار في مشروع معين على نحو يتناسب مع قدرته المالية في ظل مستوى مقبول من المخاطر. طبعا في احدى اجزاء او احدى مكونات الدراسة الجدوى هو حساب التكاليف. انت اذا لم تقم بدراسة الجدوى فانك لن تتمكن من حساب التكاليف. طبعا
لا نقول مثلا انا فاتح مشروع، مثلا اي مشروع، مصنع مثلا للفولاذ، انت لا تعرف، لن تتمكن من معرفه تكاليف بناء مصنع للفولاذ بدون ان تقوم بالدراسه الفنيه الكامله لكل احتياجات المشروع. وبالتالي فانك اذا لم تقم بحساب تكاليف المشروع، فانك لن تتعرف على اسماء المشروع، وبالتالي ففي بعض الاحيان يمكن ان تكون امكانياتك اقل بكثير من الامكانيات اللازمه لتمويل هذا المشروع. بالتالي فدراسه الجدوى تمكنك من حساب التكاليف ومعرفه راس مال المشروع. وهذه ايضا نقطه تبين اهميه دراسه الجدوى الاكثر. النقطة الخامسة، طبعا تعرفون أن إذا أردت تمويل مشروعا، أول ورقة أو أول شيء يطلبه البنك أو المصرف هو دراسة جدوى، لأن المصرف لا يعطي أموالا هكذا بشكل مجاني وبشكل عشوائي، يعطي تمويل لمشاريع رابحة، مشاريع يمكن أن تؤدي إلى تحقيق أرباح. وبالتالي فإن البنك إذا مول مشاريع فاشلة ومشاريع خاسرة، فإنه سوف لن يتمكن من استرجاع أمواله. وبالتالي فدراسة الجدوى هي وسيلة عملية وعلمية لإقناع البنوك والمصارف ووسائل وهيئات التمويل بتقديم التمويل المناسب، وكذلك بالتكلفة المناسبة. طبعا البنوك ترفض عادة تقديم أي تسهيلات وأي تمويلات لمشاريع لم يقنع المستثمر البنك بجدوى. النقطة الثالثة التي تبين أهمية دراسة الجدوى هي أن دراسة الجدوى تعتبر وسيلة علمية وعملية لتقييم المشروع المقترح وفقا لمعايير مالية واقتصادية موضوعية بعيدة عن العشوائية. أنت عندما عندما تقوم بدراسة جدوى، هناك استعمال لمعايير علمية، سنراها إن شاء الله بداية من الفصل السابع والثامن والتاسع الأخير. معايير علمية، هناك معايير مثلا معيار قيمة الحاجة الصافية أو معيار معدل العائد الداخلي أو غير المعايير. هي معايير علمية ليست معايير عشوائية أو معايير غير وليست المعايير الشخصية، فهي بعيدة عن العشوائية. النقطة السابعة التي تبين أهمية دراسة الجدوى، أن دراسة الجدوى تساعد عادة المستثمر سواء كان مستثمرا خاصا او جهه حكوميه على المفاضله بين الفرص الاستثماريه المتاحه. في بعض الاحيان انت امام خيارات عديده، يمكن ان تستثمر في هذا المجال او هذا المجال، ممكن تستثمر في مصنع يصنع ادوات مدرسيه او مصنع ينتج العصائر مثلا. كيف تفرق وكيف تختار المشروع المناسب؟ تقوم بدراسة الجدوى، وبالتالي فسيكون التقييم تقييما علميا موضوعيا بعيد عن العشوائية، ويمكنك بالتالي هذه الدراسة من اتخاذ القرار الصائب والقرار المناسب الذي يخدم الهدف المنشود. وطبعا في كل مشروع خاص الهدف المنشود هو الربح ولا شيء غير الربح. النقطة الأخيرة التي تبين أهمية دراسة الجدوى، أن دراسة الجدوى تساعد على تصويب وتعديل خطط الإنتاج والتشغيل على لحم يتلائم مع الظروف المتغيرة والطارئة التي يمكن أن تواجه المشروع خلال فترات تنفيذ وتشغيل المشروع. طبعا أعطيك مثال، مثلا أنت تقول مثلا سأبني مصنعا لإنتاج سلعة معينة، سأبدأ مثلا بإنتاج مثلا هذه الكمية مثلا 1000 قطعة في السنة، 1000 قطعة في اليوم مثلا، وتقول ستضاعف في الطاقة الإنتاجية بداية من السنة القادمة أو السنة اللي بعد.
وبالتالي فهذه الاستجابة التي تمثلها أم عبد ما هي قطعة الأرض المناسبة، ما هي مساحة الأرض المناسبة، ما هي مساحة المصنع، ما هي الأدوات اللازمة. وبالتالي في هذه الجدوى تجد كل هذه التفاصيل اللازمة لتصويب وتعديل خطة الإنتاج حسب الظروف المتغيرة والطلب. فإذا ثمان نقاط تبين أهمية دراسة الجدوى الخاصة، دراسة الجدوى الاقتصادية بصفة عامة. نمر الآن بسرعة إلى مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية. ودراسة الجدوى الاقتصادية فيها عدة مراحل. أول هذه المراحل هي مرحلة الدراسة القانونية. والدراسة القانونية تعني تقييم موقف الدولة. هل الدولة تشجع وتعطي التسهيلات؟ أو بالعكس الدولة تضع القيود والعراقيل على هذا النشاط. وبالتالي المرحلة الأولى في كل دراسة جدوى هي الدراسة القانونية لكي نتعرف على موقف الدولة، هل هو موقف مشجع أكثر أم بالعكس موقف يعرقل تنفيذ هذا المشروع. طبعا إذا كانت التسهيلات والتشجيعات أكثر من العراقيل فيمكن أن نمر إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الدراسة التسويقية أو دراسة السوق المتوقع. أما إذا كانت العراقيل كثيرة فنتوقف عند هذا الحد ونبحث عن مشروع ثاني. طيب إذا كانت التسهيلات كثيرة والتشجيعات كثيرة أكثر من العراقيل فنمر إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة دراسة السوق المتوقعة لمنتجة المشروع. الهدف هو التأكد من وجود سوق لمنتجات المشروع، لأنه ليس من المعقول إنتاج سلع وخدمات غير مطلوبة في السوق. لابد أن نتأكد أن هناك من سيشتري هذه السلع أو هذه الخدمات، ويكون ذلك في دراسة السوق. إذا تأكدنا في دراسة السوق أن هناك سوق، هناك من يطلب هذه البضائع أو هذه السلع أو هذه الخدمات، نمر إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الدراسة الفنية أو الهندسية. المرحلة الثالثة وهي الدراسة الفنية أو الهندسية. في هذه المرحلة نحدد كل احتياجات المشروع، كل احتياجات المشروع ابتداء من اختيار موقع المشروع إلى مساحة المشروع إلى التجهيزات والمعدات والآلات والمواد الأولية والمواد الخام وغيرها. طبعا كيف نفرق بين الأهمية والمراحل؟ الأمر واضح، أهمية دراسة السوق هي لماذا نقوم بدراسة السوق، أما المراحل وهي كيف نقوم بدراسة السوق. المراحل هي مرحلة وراء أخرى، الأهمية هي نقاط تبين أهمية دراسة السوق. والمراحل سنرى أننا في كل مرحلة سندرس كل مرحلة في فصل منفصل عن الآخر. يجب أن تختصروا أنتم نقاط أهمية، هي موجودة ثمانية نقاط يمكن اختصارها في كل نقطة أو في كل نقطة يمكن اختصارها في سطر واحد. طيب قلنا أن في المرحلة الثالثة ومرحلة الدراسة الفنية والهندسية ندرس كل احتياجات المشروع من مواد خام، مواد أولية، آلات، معدات، أراضي، مباني، سيارات، يد عامة وغيرها. إذا تأكدنا في الدراسة الفنية أن كل هذه الاحتياجات موجودة ويمكن توفيرها وهي موجودة، نمر إلى المرحلة الرابعة ومرحلة الدراسة الاقتصادية أو الدراسة المالية. وطبعا الدراسة المالية تشمل عادة تقدير رأس المال الضروري، تقدير رأس المال الضروري أي تكاليف هذا المشروع، أي تكاليف الاستثمار والتشغيل على مختلف أنواعه. وطبعا سنحاول هذا تقدير العائد على رأس المال المصرفة، كم سنربح. هذه يسمى المرحلة الرابعة. أخيرا في المرحلة الخامسة الأخيرة وهي مرحلة استخدام المعايير المختلفة لاحتساب ربحية المشروع. هذه المعايير سنراها إن شاء الله بداية من الفصل السابع، وسنرى أننا لدينا معيار مثلا القيمة الحالية الصافية ومعيار
معدل العائد الداخلي ومعيار فترة الاستقلال ومعيار معدل العائد المحاسبي وغيرها من المعايير المختلفة والمتنوعة. وطبعا هذه المعايير ستمكننا من معرفة هل المشروع رابح أم لا. السؤال هو هل المشروع رابح أم لا؟ إذا كان مشروع رابح سننفذ المشروع، إذا كان مشروع خاسر سنتوقف ونبحث لنا عن مشروع آخر. هذا مراحل دراسة الجدوى وهي تقريبا 5 مراحل: دراسة قانونية، دراسة تسويقية، دراسة تمويل، دراسة مالية، ومرحلة استعمال المعايير، معايير التقييم لتقييم ربحية المشروع. طبعا المعايير مختلفة ومتعددة وسنراها إن شاء الله في الفصول الأخيرة من هذا المقال. طبعا تلاحظون أن هذه المراحل يجب أن تكون مرتبة حسب الترتيب الذي ذكرته الآن. لماذا؟ تبدأ بالدراسة القانونية، ثم التسويقية، ثم الفنية، ثم المالية. لا نقوم بالدراسة التسويقية قبل القانونية أو الهندسية قبل التسويقية. لماذا؟ لأنك بعض الأحيان تعرفون أن إذا تعرفون مثلا إذا بدأنا بالدراسة القانونية سنتعرف على موقف الدولة. إذا كان هو مشجع موقف الدولة سنشتغل. إذا كان موقف الدولة في هناك عدة قيود وعراقيل تضع الدولة على النشاط، فسوف نتوقف ونبحث عن مشروعات، وبالتالي لا نتعب أنفسنا ونقوم بدراسة تسويقية ودراسة فنية ودراسة مالية وغيرها. بالتالي لابد أن نبدأ بحسب هذا الترتيب. تعرفون أن في بعض الأحيان الدراسات تكون فيها تكاليف، الحكمة بأن الدراسات تكون فيها تكاليف خاصة عندما تكون المشاريع كبيرة نوعا ما، فهناك تكاليف وهناك وقت ضائع وغيره، وبالتالي فلا داعي لإنجاز الدراسة الفنية وأنت تعرف أن الدولة لا تسمح بهذا المشروع. وبالتالي لابد من اعتماد هذا الترتيب: دراسة قانونية، ثم دراسة تسويقية، ثم دراسة فنية، ثم دراسة مالية. طيب، وبالتالي انتهينا من هذا الفصل الأول وهو فصل خطير، وسنمر إلى المرحلة الأولى من مراحل دراسة الجدوى وهي مرحلة الدراسة القانونية. والدراسة القانونية تعني التعرف على موقف الدولة من المشروع المطروح. القانونية طبعا في صفحة 29. طيب، قلت أن نمر إلى المرحلة الأولى وهي مرحلة الدراسة القانونية أو تقييم موقف الدولة من المشروع المقترح. طبعا لابد لصاحب المشروع أن يتعرف على موقف الدولة من إنشاء هذا المشروع. هل الدولة تشجع وتسهل إنجاز هذا النوع من المشاريع، أو يمكن أن تكون الدولة أن لا تقرب للدولة هذه التسهيلات وبالعكس تقوم بوضع القيود والعراقيل على الاستثمار في هذا النوع من المشاريع. طبعا كل مستثمر يفضل المشروع الذي فيه اكثر تسهيلات واقل صعوبات ممكن. سنتعرف الان بانواع التسهيلات التي يمكن ان تعطيها الدوله او التشجيعات التي يمكن ان تعطيها الدوله. طبعا الدوله يمكن تعطي عده انواع من الاعفاء، أول هذه الإعفاءات هي الإعفاء من الضرائب لعدد من السنوات. الدولة تعتبر الإعفاء من أقدم أنواع الحوافز التي تقدمها الدولة لأصحاب الأسنوات. عندما تشجع الدولة المستثمرين على استثمار في صناعات معينة أو أنشطة معينة، وتعطي الإعفاءات على الضرائب المقرر على الأرباح لعدد من السنوات، ممكن تكون فترة 5 أو 10 سنوات. هذه الإعفاءات طبعا ترفع في العائد على الأموال المستثمرة وبالتالي تزيد في أرباح المستثمرين. طبعا أنت كمستثمر عندما تكون الضرائب الإعفاءات الضريبية كبيرة كلما حققت أرباح الأرض، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى تحقيق أرباح. نوع ثاني من الإعفاءات هي إعفاءات من الرسوم الجمركية. طبعا الهدف دائما هو التشجيع على الاستثمار. إعفاءات من الرسوم الجمركية، هناك دول تعطي إعفاءات
زمرقية للصناعة الناشئة. يمكن أن يكون الأعفاء شامل، ما معنى الأعفاء شامل؟ ما أعفاء من الرسوم الزمرقية على الآلات والمعدات والمواد الأولية والمواد الخام وغيرها، من كل ما يحتاجه المشروع فهو معفي من الضرر، معفي من الرسوم الزمرقية. ولكن أيضا يمكن أن يكون الإعفاء جزئيا، فيمنح فقط على الآلات والمعدات ولا يمنح على مثلا المواد الأولية أو المواد الخام. بالتالي هذه الإعفاءات تؤثر على حجم الأموال المستثمرة، تؤثر أيضا على تكلفة السلع المنشئة، وبالتالي كلما كانت الإعفاءات من الرسوم الجمركية كبيرة كانت الأرباح أكثر وكانت التكاليف أقل. وبالتالي هذا يمكن المستثمر من تخفيض حجم الأموال الضرورية للاستثمار الجديد. نوع ثالث من الإعانات هي إعانة الإنشاء، إعانة الإنتاج وإعانة التسجيل. الدولة تقدم على تمويل في بعض الأحيان إعانة مالية للمشاريع الاستراتيجية التي لها قيمة بالنسبة للاقتصاد الوطني بشكل عام. ممكن أن تكون هذه الإعانات في شكل مساعدة في تكاليف الإنشاء لتخفيض رأس المال الضروري للاستثمار في هذا القطاع أو ذاك. وبالتالي يمكن أن تكون أيضا الإعانة في شكل بعد تشغيل مشروع مثلا على أساس مبلغ سنوي ثابت، مثلا الاستثمار مثلا في إنتاج سلعة معينة، في مثلا خضار معينة أو القمح أو الرز وغيرها، تعطي الدولة إعانة في شكل مبلغ مالي على كل وحدة منشأة، إعانة للمزارعين أو الصناعيين أو غيرها، تسمى إعانات إنتاج. كذلك تمنح الدولة إعانات على المبيعات في الأسواق الخارجية، وتسمى هذه أيضا إعانة تصدير. عندما تريد الدولة تشجيع فتح أسواق جديدة مثلا، أو زيادة حصية الدولة من النقد الأجنبي، أو تنشيط صادرات مثل معينة، فهي تعطي إعانات تصدير، مثلا إعانة بشكل مساهمة مثلا في نقل السلع، مساهمة في شحن السلع هذه إلى الخارج، مساهمة مثلا في شكل فتح مثلا، أو مساهمة في تكاليف تأمين هذه السلع مثلا. كذلك يمكن أن تكون الإعانة في شكل فرض رسوم جمركية على الواردات من السلع المماثلة. أنت مثلا تنتج حليب مثلا، مصنع الحليب، الدولة تقوم بوضع رسوم جمركية على الحليب المستورد الخاص. لماذا؟ لكي تساعد المنتج المحلي لبيع إنتاجه، وبالتالي تنمية هذه الصناعات الناشئة. وبالتالي فرض رسوم على السلع المستوردة المنافسة يعني السماح للمنتج المحلي ببيع سلعته بأسعار أعلى من أسعار المنتج المحلي. طبعا هذه الرسوم الغاية منها هو حماية الصناعات المحلية الناشئة، والتي عادة ما تكون أضعف من مثيلاتها في الخارج بسبب الخبرة وعدم ثقة المستهلك في بعض الأحيان بها. بالتالي نشجع هذه الصناعات الناشئة بوضع فرض رسوم جمركية على الواردة من السلع المماثلة للمنتج المحلي. كذلك يمكن للدولة أن تعطي تشجيعات بشكل منح عينية للمشروعات الجديدة. مثلا يجب أن تعطي الدولة مثلا قطعة أرض من أملاكها بدون مقابل أو بإلقاء مبلغ رمزي مثلا. كذلك يمكن طبعا منح قطعة أرض أو منح مبنى بمبلغ رمزي يؤدي إلى تخفيض تكاليف المشروع. بعض الأحيان أيضا توفر الدولة أراضي في موقع مناسب مجهز في تجهيز الدخول في الكهرباء والمياه والتصريف وشبكة الإنترنت وشبكة الاتصالات وغيرها. هذا أيضا يعتبر شكل من الإعانات العينية والتي تساعد المستثمر على خفض وتخفيض التكاليف وبالتالي زيادة العائد لهذا الاستثمار.
كذلك عندما تقوم الدولة بإنشاء شبكة مواصلات أو تمنح أسعار مخفضة أو للنقل، هذا أيضا يمكن اعتباره شكل من أشكال التسهيل. كذلك تقوم الدولة بتقديم الإنشاءات اللازمة لتوفير الوقود والكهرباء والطاقة بأنواعها، هذا أيضا يعتبر لا. كذلك إذا تأخذ دورة على عاتقها تدريب العمال والموظفين الجدد، هذا أيضا يمكن اعتباره مساعدة وتسهيلات وتشجيعات تقيها الدولة. بعض الأحيان تقدم الدولة ضمانات القروض وخاصة للمستثمرين الجدد أو المستثمرين الشبان، هذا أيضا يعتبر أيضا إعانة هامة ومهمة جدا. يعني بعض الداعشين الشبان، بعض الشباب الذين يستثمرون، البنوك لا تعرفهم ولا تثق بهم، وبالتالي فيفضل لا يمكن لهم الحصول على قروض بدون ضمانات. هذه الضمانات تكون عادة يمكن أن تكون مقدمة من طرف الدولة. كذلك يمكن أن تضمن الدولة حد أدنى من الإيراد والأرباح عندما تتعاقد مع صاحب المشروع الجديد على شراء جزء من الناشئ. طبعا هذا أمر هام جدا، لأن شراء جزء من الإنتاج سيمكن صاحب المشروع من تحقيق حد أدنى من الأرباح. أخيرا يمكن أن تقدم الدولة إعانات لتنمية الصناعات التي تقدم الخدمات الأساسية للمشروعات الجديدة، هذا أيضا يمكن اعتباره أيضا نوع من الإعانات ونوع من التشجيع. لماذا؟ لأن مثلا مثال عندما تشجع الدولة أو تقدم مثلا خدمات مثل الكهرباء أو الاتصالات أو تبيع المواد الأولية أو تشجع أو توفر المواد الأولية بمساعدات، هذه أيضا تعتبر إعانات هامة ومهمة. ننظر الآن إلى أنواع القروض. قدمنا الآن أنواع التسهيلات، الآن أنواع القروض أو العراقيل التي يمكن أن تضعها الدولة على تنفيذ المراحل المختلفة لإنشاء وتشغيل المشروع. طبعا هذه القروض تؤثر على تكلفة التشغيل، تؤثر على رأس مال المشروع. مثلا من بين هذه القروض يمكن تفرض الدولة قروض على الأماكن التي يمكن بناء المشروع فيها، مثلا نظرا لحماية البيئة، نظرا لمستلزمات حماية البيئة، يقول لك الدولة مثلا لا تفتح مشروع في هذه المنطقة أو في هذا المكان، وأنت مثلا يكون عندك مثلا في هذا المكان مثلا قطعة أرض، فهناك استثمار إلى شراء قطعة أخرى في مكان آخر، وهذا أيضا شرط من الشروط التي يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف المشروع. وأنت عندك مثلا قطعة أرض في مكان مناسب، ولكن نظرا لمستلزمات حماية البيئة تقول لك الدولة لا يحق لك فتح هذا النوع من المشاريع في هذا المكان، يجب ان تفتح هذا المكان. فذلك عندما تحدد الدوله مواصفات معينه للبناء كهدف حمايه السكان مثلا او حمايه العمال او لسلامه العمال مثلا، هذا ايضا يزيد في تكاليف المشروع. مثلا تقول مثلا يجب ان يكون السور المحيط مثلا مثل مصنع فيه 3 أمتار وليس مترين او متر واحد، هذا أيضا يزيد في تكاليف المشروع. يقول مثلا يجب أن يكون المبنى مكيف إجباري، هذا أيضا في تكاليف صغيرة. يقول مثلا يجب أن يكون السور من الإسمنت المسلح وليس بالطوب أو بالعشاق، طبعا هذا أيضا يمكن اعتباره زيادة في التكاليف. بعض الأحيان قد تشترط الدولة على تقديم أي نقد أجنبي للإنشاء، حيث لا يمكن لك أن تستورد أي شيء من الخارج، بغيش وتشتري كل المستلزمات من السوق المحلي. بعض الأحيان المستلزمات موجودة في السوق المحلي لكن سعرها أعلى بكثير من المستلزمات الموجودة في الخارج، يمكن تستورد هذه السلعة بأسعار أقل من الخارج. هذا يعني يعتبر نوع من القيود لأنه يزيد في كثير المشروع. بعض الأحيان تضع الدولة مواصفات معينة للمواد الأولية خاصة في الصناعات الغذائية. الصناعات الغذائية مثلا ناخذ مثلا الملونات الغذائية، اللون
الذي يضاف إلى الحلوى إلى الشوكولاتة وغيرها مثلا، هناك مولونات غذائية أو مواد حافظة. هذه المواد فيها مواد طبيعية، وهناك مواد ثانية مواد صناعية ومسرطنة في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي إلى أمراض. طبعا عادة ما تكون المولونات الطبيعية تكون سعرها أعلى بكثير من المنوعات الصناعية، المنوعات الصناعية رخيص الثمن بالمقارنة مع المنوعات الطبيعية. طبعا هذا يؤدي إلى زيادة تكاليف السلعة، بالتالي تحقيق أرباح أقل. فالمصنع الذي يستعمل المنوعات الطبيعية سيحقق عائد أقل من المصنع الذي يستعمل المنوعات الصناعية. كذلك من القيود الأخرى هي وضع قيود على تشغيل العمال، يحدد مثلا المكان العدد الأقصى لساعات العمل، يعني لا تستطيع أن تشغل عامل أكثر من 10 ساعات أو أكثر من 8 ساعات. كذلك من القيود الأخرى تأمين الشروط الصحية أو تأمين الظروف الضرورية لحماية العمال من الحوادث أثناء العمل. هذا أيضا يعتبر تأمين الشروط الصحية، يتطلب تأمين، يتطلب تكاليف إضافية. من القيود الأخرى الالتزام بقوانين العمل، عندما نقول الالتزام بقوانين العمل معناها حد أدنى للأصول، ساعات عمل محددة، ساعات إضافية محددة ومحسوبة في الأجر. طبعا إذا طبقنا هذا القانون فإن عدة مسارات سوف تغلق أبوابها. إذا طبقنا مثلا هذا الحد الأدنى للأجر على كل عمال، فإذا كان حد الأدنى للأجر على ما أعرف السعودية مثلا 3000 ريال أو 3500 ريال على الطبق، فإذا طبقنا هذا مثلا على عمال أجانب فإننا سوف نلقى بعض المصانع سوف تغلق أبوابها، لأن التكاليف ستكون تكاليف كبيرة. كذلك من قيود أخرى هي فرض قيود على توقف المصانع على العمل. هذا الأمر أيضا يمكن أن يكون مقلقا في بعض الصناعات. بعض الصناعات لا يمكن، لا بد للمصنع أن يعمل 24 ساعة على 24، فلا يمكن غلق المصنع في وقت معين. مثلا نحن صناعات كالإسمنت أو كالآج أو غيرها، هذه الصناعات يجب على فرض المصنع أن يشتغل 24 على 24، وبالتالي لا يمكن إيقاف تشغيل الفرن مثلا، لأن إعادة تشغيل الفرن يتطلب ساعات ويتطلب أيام، بالتالي من المستحسن فلا نستطيع تقييد أو فرض قيود على توقيت المصانع على العمل، وهذا يعتبر من القيود التي لا يفضل العمل فيها في بعض الصناعات. أخيرا عندما تقوم الدولة بتحديد السعر النهائي للمنتوج، المنتوج النهائي، هذا أيضا يمكن أن يكون أحد العراقيل التي تقوم بها الدولة. مثلا عندما تحدد الدولة أن سعر الكيس هو ريال واحد، وأنت ستفتح مصنع، ستفتح عفوا مخبز، تعرف أنك عندما ستبيع الخبز سيكون بريال واحد، معناها يعني الشرب أحوال، معناها أنت تحسن في الجودة أو لا تحسن في الجودة نفس الشيء، معناها المخبز الذي يستعمل ممكن آليات قديمة وطرق قديمة في الإنتاج ممكن يربح أكثر من الطرق التي تستعمل آليات حديثة وطرق أكثر عصرية. هذه إذن أنواع القيود التي يمكن أن تكون لتضعها الدولة على بعض المشاريع. الأخير، الدراسة القانونية هي تتمثل في المقارنة بين التسهيلات التي تقدمها الدولة والعراقيل التي تضعها الدولة على أمام هذا المشروع. وبالتالي وبشكل عام إذا كانت تسهيلات كثيرة وأكثر بكثير من العراقيل ومن القيود فنستمر ونمر إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة دراسة السوق. أما إذا كانت القيود كثيرة والعراقيل كثيرة فمن المستحسن البحث على مشروع آخر أو البحث على فرص استثمارية أخرى. إذا وبالتالي أنهينا الفصل الثاني من هذا المقرر وتحدثنا فيه عن المرحلة الأولى من المراحل دراسة الجدوى والمرحلة الدراسة القادمة. غدا إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنقوم بالحديث
قسم، حدث عن المرحلة الثانية والمرحلة دراسة السوق أو الدراسة التسويقية أو دراسة السوق المتوقعة لمنتجات المشروع. طيب هنا في سؤال، إذا كانت القيود قليلة نكمل ولا نروح، نكمل ولا نروح للمرحلة الأخرى؟ إذا كانت القيود قليلة طبعا سنقارن القيود بالتسهيلات، معنى قيود قليلة معنى المفروض تكون التسهيلات كبيرة. إذا كانت القيود قليلة نمر إلى المرحلة الثانية، أما إذا كانت كثيرة فلا نستطيع أن نمر إلى المرحلة. لا يمكن تخفيف النقاط، أنت خفف النقاط عندما تراجعون خفف النقاط واحدة، فهمت؟ يعني خففوا أهم النقاط فقط، فهمت؟ لا يمكن أنا أخفف، الذي يخفف هو الذي يراجع، أنت لو تراجع تأخذ أهم النقاط. وتعرفون أن لا نحتاج إلى حفظ هنا، نحتاج فقط إلى فهم. هو المفروض هو الاختبار هي أسئلة لابد عن الخيارات، وبالتالي لا نحتاج إلى حفظ محرزتي وخفض عليك، نحتاج فقط إلى فهم. شكرا على حسن استماعكم، ونلتقي إن شاء الله غدا في محاضرة قادمة. أهم شيء في هذه في هذا الفصل هو أن الدراسة القانونية إن شاء الله اختصرت في كلمتين هذا المقرر في هذا الفصل. أولا الدراسة القانونية تمكننا من معرفة موقف الدولة بين المشروع المقترح. ثانيا الدراسة القانونية نتعرف فيها على التسهيلات التي تضعها الدولة والقيود التي يمكن أن والعراقيل التي يمكن أن تضعها الدولة. التسهيلات تشوفونها كثيرة، تشجيعات كثيرة مثل الإعفاءات الضريبية وإعفاء الفرص المشتركية وإعانات وغيرها، والقيود أيضا يمكن أن تكون كثيرة ومتعددة. إذا كانت القيود أقل من التسهيلات نمر إلى المرحلة الثانية. طيب شكرا على استماعكم، ونلتقي إن شاء الله غدا إن شاء الله في الساعة 4. السلام عليكم. إن شاء الله بحاولية سنحاول أن يكون الصوت أوضح إن شاء الله. طبعا اللقاءات عندنا ثلاث لقاءات في الأسبوع، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثلاث لقاءات في الأسبوع لأن تقريبا عندنا أربع أسابيع، وبالتالي ثلاثة الأربعاء نشغل 12. نلتقي إن شاء الله غدا إن شاء الله.